لما راح هشام الحقيقة هو حتة مننا وأخد حتة من قلوبنا معاه. أنا وخالد ما كناش متصورين كم الحب اللي حصل من كمية الناس سواء على الفيسبوك أو الناس اللي عايزة تعزي. أو هو واحد مننا شفناه وهو عمره 7 سنين لحد اليوم اللي راح فيه. يمكن لو كان شاف هو الحب ده والتقدير ده كانت فرقت معاه كتير. عشان كده عايزة أقول للناس حبوا بعض وقولوا لبعض إن أنتوا بتحبوا بعض وسامحوا بعض وعرفوا تكونوا جنب بعض وقت الشدة ووقت اللزوم، مش بعد لما يروح البني آدم نعبر له عن شعورنا. أنا بشكركم جدا جدا جدا.